وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا معالي السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، إذن هي علاقات قوية تربط القاهرة وأبو ظبي، ما دلالة وصول العلاقات الراهنة لمستوى الشراكة الاستراتيجية وانعكاساتها عربيا وإقليميا؟ يعني حضرتك اسمح لي بداية أن أشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن العلاقات بين مصر والإمارات هي علاقات متميزة للغاية، وشهدت طفرة متميزة ونقلة نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والتعليمية خلال السنوات التسعة الماضية في أعقاب تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسؤولية الحكم في يونيو 2014. زيارة السيد الرئيس اليوم لدولة الإمارات بتعكس استمرار مسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة اللي بتربط بين البلدين على جميع الأصعدة. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن من مظاهر خصوصية وتميز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات عدد لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، واللي وصلت إلى أكثر من 35 لقاء خلال السنوات العشر الماضية. النقطة المهمة إن العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية شهدت تنسيق كامل وتشاور في كافة القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية، الملف اللبناني، الملف الليبي، الملف السوري، الملف السوداني. وهنا بنلاحظ أن هناك توافق في الرؤى بين مصر والإمارات تجاه هذه القضايا وأهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعوب العربية. زيارة السيد الرئيس بتعكس إرادة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات للعمل على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والإمارات. وهنا حضرتك لابد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في مقدمة الدول الداعمة للاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو، وقدمت مجموعة من حزم المساعدات المالية لمصر خلال السنوات العشر الماضية. العلاقات الاقتصادية علاقات متميزة. ما هو ده السؤال المقبل معالي السفير، يعني مصر على المستوى العربي معالي السفير وتتفوق المرتبة التاسعة بالنسبة على المستوى العالمي، ومصر هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في القارة الإفريقية، واحنا طبعا عارفين ان حجم التبادل التجاري حديثي سؤالي هذه المره دولار. هل حضرتك تسمعني معالي السفير؟ يعني سؤالي هذه المره يتعلق بالتعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، وكيف ان هذا التعاون يقود قاطره العلاقات الراسخه بين القاهره وابو ظبي. مثلما اشرت، الامارات حضرتك من اكبر الدول التي تستثمر في مصر، برايك الى اي مدى وصلت العلاقات الاقتصاديه بين البلدين في تلك الاونه؟ اولا يعني خلال الفتره الماضيه يعني الاستثمارات الاماراتيه بلغت حوالي 20 مليار دولار في السوق المصريه من خلال تواجد حوالي 1250 شركه اماراتيه بتعمل في مصر في مجال الخدمات الماليه والبنوك، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحه والزراعه والامن الغذائي والطاقه. وهنا حضرتك خليني اشير الى ان خلال في 15 نوفمبر الماضي كانت دولة الإمارات قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مصر لإنتاج الوقود الأخضر في منطقة السخنة الصناعية لإنتاج حوالي 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا. العلاقات الاقتصادية هي علاقات متميزة للغاية، وخليني حضرتك أشير إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق خليفة في مقدمة مؤسسات التمويل الإماراتية للمشروعات في مصر. ولابد هنا أيضا في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة القائمة بين مصر والإمارات من الإشارة إلى تأسيس مصر والإمارات في عام 2019 منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك، وده كان من خلال شركة أبو ظبي التنموية القابضة،
وصندوق مصر السيادي لتأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة في قطاعات الصناعات التمويلية والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والعلاقات. حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم إلى دولة الإمارات بتأتي قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتنسيق والتشاور بين مصر والإمارات تجاه القضايا اللي هتعرض على الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ده من جانب، ومن جانب تاني التنسيق والتشاور بالنسبة لقمة المناخ القادمة في أبوظبي في نوفمبر القادم واللي جات في أعقاب قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي. هناك أيضا علاقات وثيقة في مجال التعاون العسكري والأمني، هناك تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، وهناك زيارات متبادلة على كافة المستويات الوفود العسكرية بين مصر والإمارات. هي علاقات متشعبة وتضرب استراتيجية في كافة المجالات. أشكرك جزيل الشكر معالي السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.